from First Lady test positive for coronavirus. الرئيس ترامب والسيدة الأولى اللي هي طبعا مرات ترامب ميلينيا عندهم الاثنين بوزيتيف، التحليل بتاعهم الاثنين عندهم كورونا. حالة الرئيس امبارح ترامب كانت حالته سيئة واتنقل بالطيارة من البيت الأبيض إلى المستشفى ولسه ما نعرفش حالته، مش مستقرة حتى الآن. أقاويل كتيرة وأحداث كتيرة، وبين ما بين فرحان وشامت وما بين حزين على الأحداث، طبعا جاية في وقت خطر جدا اللي هو في وقت الانتخابات، ويا ترى ايه الترقب للأحداث اللي هتحصل. كل دوت طبعا بيتراءى دلوقتي وعلى بسمع ومرأة من الجميع على جميع أنحاء العالم. طبعا الناس يمكن فرحانة في ترامب لأنه كان دايما بيقول إن مفيش حاجة اسمها كورونا فيروس، الكورونا فيروس هو عبارة عن فيروس واحد، فيروس زي الأنفلونزا ومفيش منه أي خطورة ولا أي حاجة. لكن للأسف الشديد طبعا إصابته أول امبارح، وطبعا زي ما قلت الخبر تصدر الأنباء العالمية وأحداث كتيرة، طبعا الكل في حالة ترقب ليها علشان يعرف إيه اللي هيحصل. النهاردة أنا بقول الكلام دوت علشان خاطر نقول إن إحنا ما ينفعش نتجاهل أي شيء، حتى لو هو يعني نسبة الخطورة النهاردة ما هياش كبيرة، ممكن تبقى بكرة أسوأ، فإحنا لازم نحافظ على نفسنا، لازم نحافظ على نفسنا من كل شيء. يعني دلوقتي الفيروس يا جماعة موجود، ولو بصينا في الدول العربية وكلها ككل الفيروس موجود، أمريكا هنا الفيروس موجود، الأعداد بدأت تزيد بقالها دلوقتي أسبوع، الأعداد بدأت تاني تبدأ في حالة تزايد. بنقول الكلام ده كله ليه؟ علشان خاطر اقول لكم يا ريت ما نهملش هذا الكلام، ويا ريت على طول كلنا موضوع الماسك، يا ريت كل يستخدم الماسك على طول. يعني انا شخصيا بصوا انا في البيت اهو، ادي واحد، ده نوع من طبعا ده اللي هو الماسك الطبي اللي كلنا طبعا موجود عندنا، ده اساسي لازم يستخدم، وخاصة لو رايحين اماكن فيها تجمعات. ده انا بصوا انا شارية ده ماسك تاني اهو، شارية ده لون مختلف، يعني بصوا كمية الماسكات اللي بقت في البيت بقت غير عادية. انا حطهم يعني انا حطهم حتى في اكياس، لان انا كل دي ماسكات، كل دي عبارة عن ماسكات اشكال بقى، يعني ده شكل مثلا اهوت، ده شكل عندي تاني غيرهم اسود، دول بيتغسلوا وكنت دايما بستخدمهم في الاماكن اللي انا يعني هتنقل فيها، مش في اماكن فيها خطورة ولا حاجة. وطبعا دوت مثلا اللي هو القطن العادي اللي بيستخدم برضو، اللي انا يمكن شفتوني في اكتر من مكان لابساه، لما بكون على طول مستخدماهم وبغسلهم، وبغسل طبعا على طول اول باول بجيهم بره بيتقفلوا وبحطهم في اكياس مقفولة ويتغسلوا تاني في مية بكلور. دي ابسط شيء ممكن نعمله. حد يقول لي ده تكلفتهم عاليه ومش هنقدر عليهم، يعني على اسوأ الظروف نجيب اشارب نعمل سكارفات ونحطها ونربطها. على فكره صبيان وبنات بيلبسوها، وفي حاجات مناسبه للاثنين عادي خالص. دوت هاند سانيتايزر ده على طول في شنطتي ما بنسيبوش، دوت طبعا اللي هو عمل يعني ده السائل، دوت اللي حاطينه برضو في الشنطة، ده الجل سانيتايزر، الهاند سانيتايزر الجل لازم يبقى موجود، ماشي اهو موجود. كل الحاجات دي اساسيات بقت دلوقتي موجودة في بيوتنا. طبعا الحاجة اللي كلنا موجودة في كل بيت وبسيطة جدا موضوع الخل. وادي الفينيجر زي ما قلت كده اللي على طول برضو مستخدم عندنا، الابيض وعندنا خل التفاح وخل كل انواع الخل احنا على طول بنستخدمها وبنحطها، ويعني ده الاساسي عشان زي ما قلت لكم كده هو اصبح اسلوب حياه، فلازم نخلي بالنا ونحافظ على نفسنا، محدش هيحافظ علينا. يا ريت يا جماعه بلاش نغسل في ناس صحابي قالوا لي ان هو بيغسلوا الخضار من كتر خوفهم بيغسلوه بالميه والصابون. اخطر حاجه ان احنا نغسل الخضار بالميه والصابون. وزاره الصحه او الصحه العالميه قالت الاتي، قالت ان الخضار يتحط تحت الميه الجاريه لمده 20 ثانيه. 20 ثانية يعني يا دوبك المية تبقى منزلينها كده تجري على عليها، وسيبوا الحاجة بعد ما تتغسل شوية، يعني سيبوا المية الحنفية فاتحة عليها شوية، وبعدين بعد كده شوية خل وحطوهم في المية وسيبوهم بقى 5 دقايق 10 دقايق ويتشال. لحد بيغسل الحاجات بكلور ولا الكلام ده كله ولا يعني نسبة الخطورة ديت. حطوا الخل في بخاخات
انا عن نفسي عامله كده، بحط الخل في البخاخه وبستخدمها على طول في رش اي شيء جاي لسه من بره، قبل ما امسك حتى الكيس وابدا امسك الحاجه انا بقفل كل حاجه، بقلبها الناحيه الثانيه ارميها الاول، وبعدين البخاخه بغسل بيها كل شيء موجود حوالينا علشان قبل ما امسك الحاجه. دوت ابسط شيء طبعا، برده مش يعني الناس اللي بتركب مواصلات وخاصه الاتوبيسات والحاجات دي كلها، يا ريت تلبسوا دايما الجلافز موجود، ويعني يتلبس على قد ما تقدروا، حاولوا تحافظوا على نفسكم في الفتره دي لان احنا داخلين على مرحلة خطورة. بس خلاص هو ده الفيديو النهاردة اللي انا بقوله بعد احداث بتاعة ترامب واستهتار البعض بالموضوع. للأسف يا جماعة الفيروس موجود ومنتشر، وحتى الان محدش عارف هو جاي منين. يعني عشان خاطر تقولوا مثلا لا ده الصحة البدنية كويسة جدا، في ناس اصحاء وبيلعبوا رياضة ومشهورين جدا مشاهير وما شاء الله يعني صحيا زي الفل، ومع ذلك عندهم الفيروس وجالهم الفيروس، منهم اللي تغلب عليه ومنهم اللي توفاه الله. وطبعا الفترة اللي فاتت ديت احنا كل يوم حد يجي لي مكالمة يقول لي ده فلانة توفت، تعرفي فلانة، فلانة توفت، فلان توفى، خال فلانة، عم فلانة، اخت فلانة، وهكذا. فيعني ربنا يا رب يكفينا طبعا شر البلاوي. احنا طبعا محدش بيهرب من قدره، والحذر لا يمنع قدر، ولكن برضو لازم يكون في الانسان ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. طيب احنا لازم نحافظ على نفسنا ونخلي بالنا من نفسنا. يا رب النهاردة يكون فيديو خفيف عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.